أشهر زلزال مر على المنطقة زلزال لشبونة. هذا الزلزال في عام 1755 تقريباً قوته 9 درجات على مقياس ريختر. هذا ضرب في وسط المحيط الأطلسي في نقطة ما بين المغرب والبرتغال لشبونة، دمر مدينة لشبونة ومدينة الدار البيضاء، ومر على هذه المنطقة ودمر، يقال إنه هذا بني له سقف ودمر السقف الموجود في هذا المسجد. هذه البناية عمرها 9 قرون ومقاومة للزلازل، مرت على المنطقة عدة زلازل وباقية صامدة لتحكي لنا قصة النهضة عمرها حوالي 852 عام.